الاخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اولا وقبل كل شيء الاخوان اسمحوا لينا، ما تسوقناش اليوم سوق اقلموس، يعني ظروف دارت ظروف كما تيقول، اللهم يسر. هم الاخوان جيتكم بهذا الفلوق هذا حولي تبارك الله الاخوان سداسي طالع الجمعة، نقولوا جامع. سموني الاخوان تبارك الله سمين مليح غلاي تبارك الله، بالنسبة للعلفة الاخوان غير الشعير حولي ديال الكسيبة، يلا جبتو غير من الكسيبة. الشعير ما قطعوش كاع، ما تيقطعش الشعير كاع على طول العام فحال ديال الكسيبة. بالنسبة للاخوان هو في الرشم داير ديال لانوك في الرشم برومي. بالنسبة للاخوان اللي بغا يتواصل معايا مرحبا، فيديو خفيف ظريف اللهم يسر. هنا الاخوان يعني المتتبعين والناس اللي جاو سولوا في الحلية هاد البلاصة راه غادي يعرفوها، غادي الطريق الساب طريق عين كلاية. المهم الاخوان هو هذا الحلي معروض للبيع، تنقول فيه 4500 درهم، اللي بغاه مرحبا 0661 48 27 21. بالنسبة للإخوان العلف كما قلت لكم علف طبيعي غير الشعير اللي تاكل، اللهم يسير. صراحة أنا بغيت نحيدو من الغنم، جاني نقص شوية وبغيت نبدل هاد لانوك. بالنسبة للإخوان اللي بغاه مرحبا، بالنسبة للعيادة اللي بغاه مرحبا وألف مرحبا. غادي يكون فازر، غادي نبطو دابا لازر. تحياتي لجميع الإخوان، اللهم يسير.